مرحلة الارتداد الهجومي والمساحات بتبان الخطورة. هنا سعيد صنبوري في تاني كرة بيفقدها في وسط الملعب، وصلت إلى جوزيف جوناثان نجوين من الجانب الأيسر، يلعب الكرة عند بوبو، يلعب الكرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد باسم علي، باسم علي، ولكن راية مرفوعة وتسلل، لكن يا ولد يا بوبو لعب الكرة البينية حلوة وتحرك له روعة قوي باسم علي للإضافات في نادي فيوتشر. وادي الكرة اللي اتلعبت، ويا ولد يا باسم يا علي، شوف باسم علي جه في الناحية هوجي وسجل الهدف الأول، وبالفعل هدف أول، هو باسم علي الظهير الأيمن هو اللي سجل الهدف الأول لمصلحة فيوتشر. بوبو يا ولد يا ولد، شوف شوف بوبو، شوف بوبو يعني بيلعب جناح ايسر، لكن دكتور باسم بيقول له العبها لي، وبص هنا الذكاء في ظل الغياب اللي موجود من دفاع البنك الاهلي، لكن باسم اتصرف فيها 10 على 10، لكن يا ولد يا بوبو اللعيب اللي يبقى مشغل دماغه قبل نظرات عينيه في الملعب ده لعيب ما بيتكررش كتير. بوبو ما شاء الله من نوعية هذه اللعيبة، من نوعية اللعيبة دي بالتحديد بوبو يا على الأرض، لمسة كرة في وسط الملعب من أحمد ياسر، لكن شوف هنا بقى غنام محمد يا ولد قطع الكرة، غنام محمد زعزع على يمينه، لعب الكرة لزعزع، زعزع زعزع مع الكرة، وهنا التدخل من العش، وفي النهاية يمسكها الكرة البينية اللي اتلعبت له، وهنا زعزع يعني هو يعني اتأخر في القرار بتاعه، لكن العش على طول ضغط عليه. حكم انا سامعه هو بيقول لهم هشوف الفار وسط الملعب، لكن هو لازال ينتظر قرار الفار، رايح يشوفها في الفار الكابتن محمد الحنفي، رايح يشوف اللقطه في الفار الكابتن. يقول له عيدها لي من نفس الزاويه، يقول له ارجع لي من الزاويه الثانيه. الكرة اللي ما بين العش وما بين علي زعزع، هيصفر الحنفي بعد العودة للفار، بيقول ركلة جزاء لمصلحة فيوتشر، ركلة جزاء لمصلحة فيوتشر في أرضية. هتتنفذ ازاي؟ على الأرض عالية في الزاوية اليمين في الزاوية الشمال، مروان وصبحي، صبحي ومروان، ومروان يا ولد في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المرمى يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي فيوتشر في الدقيقة 44. فيوتشر يتقدم بالهدف الثاني من علامة الجزاء 2، يعني العش واللي كان تدخل فيها العش من أمام علي زعزع وحكم المباراة للعب، بعد كده ناداله الفار احتسب ركلة جزاء. مروان محسن يسجل رابع أهدافه ويسجل ثاني أهداف فيوتشر في مباراة اليوم، 2 فيوتشر لا شيء البنك الأهلي. قلت لكم قبل المباراة لو تتذكروا ان احنا هنشوف مباراة حافلة بالاهداف، وبالمناسبة المباراة لم تنتهي بعد، بل كتبت واحدة من فصولها لسه. وهنا قدامنا الكابتن علي ماهر فرحان وبيسجد لله شاكرا، الكابتن محمد فاروق واقف على التنفيذ وبجواره جوزيف جوناثان نجويم، وهنا محمد فاروق يلعب الكورة، غيرت اتجاهها في المرمى، غيرت اتجاهها في المرمى، الثالث من نصيب فيوتشر، محمد فاروق يسجل الهدف الثالث من ضربة حرة لكنها خبطت وغيرت اتجاهها، وأصبح الهدف الثالث لمصلحة فيوتشر 3-0. 3-0 محمد فاروق لعبها ولكنها اصطدمت في حائط الصد داخل المرمى. اهي الكوره، شوف جوناثان هوش، وهنا الكوره من محمد فاروق خبطت في مين بقى؟ خبطت في مين؟ خبطت في سعيدو صنبوري ولا رزاق سيسيف؟ واحد من الاثنين دول، في واحد من الاثنين دول، خبطت في سعيدو صنبوري وغيرت اتجاهها في المرمى عشان تبقى النتيجه 3 فيوتشر لا شيء البنك الاهلي. اهي الكوره وهي في ركبه سعيدو صنبوري عشان تبقى النتيجه 3 لفيوتشر لا شيء البنك الاهلي. فيوتشر بخطى ثابته من اجل الصراع على الصداره،